طب ايه الفرق ما بين البوربويل وما بين باقي انواع الماستف؟ تعالوا ناخد اقصى نوع واقوى نوع فيهم، تبيديان ماستف مثلا، ولا الكين كورسو، ولا اي نوع ماستف انت تحبه. لو قعدت اقول لك المواصفات انت هتحس ان البوربويل هو الطف واقوى كلب في الدنيا. كل كلب ليه مواصفاته، اللي هي بتبقى فيه اكتر شوية زهرة عن كلب تاني. البوربويل بيتميز بالذكاء، قدرته على الحراسة الشخصية وحراسة المنشآت، تبقى السنس عنده بتبقى أكبر بكتير من أي كلب تاني، بالإضافة للقوة بتاعته اللي بتختلف من واحد للتاني. أكيد هي في كل الأحوال أو في الأنواع النقية بتبقى درجة القوة بتاعتهم تبقى أعلى بكتير.